لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. أعوذ بالله. ده شيطان. مش هتسامحه؟ لا مش هتسامحه. و يا أستاذ جورج، يا أستاذ جورج، ده بني آدم ما يعملش بالمعروف. رفع علي دعوة حاج مجنون أنا. والله ليك أنا متعاطف. ابنك موجود في الطرف الآخر. خطوتين بيبوس إيدك. عايز بيمشي الحال، مش عايز خلاص كل واحد يمشي بطريق، هو بيبقى في حياته وانت تبقى في حياتك. انا عارف ان انا جيت عليك، انا اسف. سامح انا. والمسامح مش كريم. مش مسامحه ابدا، لا ما سامحاك ابدا. ده عمل معايا عمايل ما يعملهاش اي حد، ما يعملهاش بشر مع بشر. بس خليني اقرا لك رسالته. بيقول لك والدي الحبيب وحشتني، أقولها الآن رغم أني خجلان من أن أرفع وجهي في وجهك، فأنت لم تكن تستحق ما فعلته معك يا أبي. ربيتني وأحسنت تربيتي أنا وإخوتي، وفعلت معنا ما لم يفعله أب لأولاده، وخصيتني بكرمك وعطفك حتى بعد أن أصبحت رجلا كبيرا، وكنت دوما تقف بجواري وتدعمني وتمنع عني الأذى والضرر بكل الطرق، وحين احتجت أنت لرعايتي لم تطلبها، لكنك بكرمك تركتني أحاول رد بعض من أفضالك علي، ولم تكن تدري أنني سأطعنك في ظهرك. يعني اعترف أنه طعنك في الظهر. أبي ومثلي الأعلى، لم أفخر في حياتي بشيء أكثر من كونك أبي، ولم أندم في حياتي على شيء مثل ما ندمت على ما فعلته بك. فأرجو أن تستمر في كرمك الذي لم ينقطع، وأن تمنحني الفرصة لأستعيد رضاك وثقتك، ولن أقول محبتك. يا بابا أنا ندمان، ولا أريد من الدنيا سوى أن تسامحني، وأعرف أن حنانك وكرمك هو ما سيجعلك تسامح ابنك. والمسامح كريم. فارس. هذا ما ينفعش. لا يا أستاذ جورج، لا يا أستاذ جورج، لا. ليه؟ انت دعيني على اساس ان احنا برنامج اجتماعي، ما دعينيش نشوف الشخص. لا اطيب واجمل تحياتي لكم في برنامج المسامح كريم. بتعرف مين دعاك؟ لا انت اللي دعيني. انا دعيك. بس في شخص طلب مني ادعيك. انا ما بعرفكش، بس في شخص بيعرفك هو طلب مني ادعوك. بتحب تعرف مين؟ ماشي ماشي. بس تطلع بالشاشه هناك، هنا على اليمين. مين هو ده؟ عرفته ده؟ لا ده ما ينفعش. لا يا استاذ جورج، لا يا استاذ جورج، لا. ليه؟ انت دعيني على اساس ان احنا برنامج اجتماعي، ما دعينيش نشوف الشخص. لا لا حاج، لا 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 يا استاذ جورج، ما فيش حد ولا بج. ما ينفعش الكلام ده خالص. انا مش صغير. انت لا طبعا طبعا، حشاك حشاك. انا راجل مسن، وبعدين انا جاي على اساس ان انا احضر محل استاذ جورج. يا سيدي انت شرفتنا بمجيئك. روق. لا ده انا مش عايز اشوفها خالص. ابنك ده مش ابنك؟ ابني مش ابني. ما بتعترف؟ ابن عاق. ما تعترفش فيه؟ ابن عاق. ده ابن عاق ما ينفعش. طيب. ما ينفعش ابن العاق موت احسن. حاج اسمعني شوية وسيبك من النوبة. لا ما تتطلع فيه، خليني احكي لك كلمة. هذا الشاب بقاله 7 سنين ما شافك، وانا مش عايز نشوفك تاني خالص. معك حق، بس 7 سنين تعبوا ضميره، وبعدين قال حن على أبوه وطلب منا إنه يشوفك بالاستوديو عشان يطلب منك السماح. لا مش مسامح أنا. والمسامح كريم. لا مش مسامحة أبدا، لا ما سامحك أبدا. ده عمل معايا عمايل ما يعملهاش أي حد، ما يعملهاش بشر مع بشر. شو عمل؟ قل لي بالمختصر يعني شو عمل؟ ده أولا عن حاجة أنا في 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 بعض امر حياته، وهو ولد قبل ما يتجوز
كنت عايزه وكنت اعطينا كل حاجه. كل حاجه نعم. عايزه متجوز وبتاع، اخواتي اللي معايا شافوا ان انا مزوجه شويه عن يعني كنت تعطف عليه اكثر. عملت لك هذا مشروع. نعم. فشل؟ فشل؟ فشل كل المشاريع اللي عملتها فشلت، ما عرفتش العمل فيها اي ضيعها فيها وداها فيها. بس عمل الاخر لما بتاع لما شفت اخواتها مش يعني من المزمجنين كده، حطيت كل واحد حقه في حياتي كده. قلت كل واحد شقه، كل واحد شقه ونصيبه فلوس وفلوس. باع شقته هو، بس هو بعت لك رساله معي بدي اقرا لك اياها. اسمعني، خلي اسمعها، انت اب وقلبك واسع، خلينا نقراها. خليني اقراها شويه. بتحب تاخذ كوبايه ميه يا استاذ جورج؟ انا بتحب تاخذ كوبايه ميه؟ ما ينفعش. او نعرف ان انت لعين عشان البني ادم ده ما كانش يجي. بعرف ما هو بيحصل. انا نعرف انك وأنا... عشان البني ادم ده ما كنتش يجي. وانا بشكرك انك جيت، انا بشكرك، بس خليني اقرا لك الرساله بتاعه. لربان جميع الامراض، جاب لي جميع الامراض في جسمي. سلامتك سلامتك والله. دخل مني كل حاجه وعاق، وكذا مره نقول يا ربنا يقول وقال ربك الا تعبدوا الا اياه. نعم. وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ربنا قال طاعة الوالدين بعبادة الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إنما هل هو استجاب لكلامي في الآخر؟ 100% وأنا معك. ما تفكر إنه أنا آخذ جانب معاه، أنا معك. أسوأ ما في بالحياة. بس خلينا نسمع منه كلمتين. جاي وتعذب وعذبك إلى استوديو عشان يقول لك كلمتين يمكن ما قدر يقولهم. خلينا نسمعه. فارس طلع بالوالد، طلع بالشاشة واحكي له للوالد اللي جاي تحكيه وعلي صوتك. أنا جاي أقول لك أنا غلطت كتير واعتذرت لك كتير، بس المرة دي أنا جاي لك قدام الملايين والتلفزيون وأستاذ جورج عشان فعلا تسامحني، وأنا آسف وحقت عليا. أنا ندمان، أنا زعلان، تعبان، أنا تعبان عشان مزعلك، تعبان. يا سيدي ليك يا حاج، انت اب وانا اب وفي اباء كتير عم بيسمعونا. من منا لا يخطئ يا استاذ جورج؟ انت معاك ابن عمل، معاك العمل معايا ليه؟ ما كنت موتها انت بايدك. لا بزعل، انا بزعل طبعا، وكل اب بيزعل، والابن العاق ده يعني اسوأ ما فيه بالحياه. حنيتك محتاجك جنبي، ما تزعلش مني، بس انا فعلا محتاج حضنك، محتاج. اسمح لي يا استاذ جورج، انا مقترف نمشي. مش هترد عليه؟ لا مش هرد عليه، مش عايزه خالص. مش عايز حاجه منك، انا عايزك بس تبقى جنبي. انا راجل مقاول، وكان انا بطلع على شغلي من الساعه 6 الصبح وهو يبقى نايم في البيت. ايوه. انا كنت بعض الاحيان نايم في الشغل. تعبت حتى تربيه وحتى تعمل. تعبت عشان نكون لك ثروه. ده بني ادم ما يعرفش المعروف، ده بني ادم ما يعرفش ابوه، ده بني ادم ما يعرفش ابوه ولا امه. ما يعرف تتعدى على اخواته وتعدى على ابوه وتعدى على كل حاجه. ده بني ادم ما يزعش عن اللي فيه. طب يعني هو ودى فين الحاجه بتاعته؟ ودى فين؟ انا كنت على حياتي. نعم. يعني نسيته انه ده ابنك؟ يا استاذ جورج، انت عمل معك ابنك كده. يا سيدي على راسي، بس بيقولوا المسامح كريم، الله بيسامح والمسامح كريم. ما هو ليش في سماح بالدنيا؟ ليش في بيبقى الاب قلبه كبير وبيساع عائلته كلها وبيساع الضعيف لما والقوي لما يطيب بيساع الناجح والفاشل؟ لما يطيب قلبي نبقى نسامحه، لما قلبي يروق كده ونفسي تزور نبقى نسامحه. خد الثروه بتاعته ضيعها من عيلتي، ضيعها فين؟ وجاي بعد كده يضحك علي يقول لي نقعد معك عشان مراتي تخدمك ونخدموك. هذه عرفناها، بس انت ما فيش عندك عاطفي عليه بقى ابدا؟ انما حاليا انا ما قدرش مش مستر مش قادر مش 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 عايز اشوفه خالص. ان شاء الله ما اكون فشلت.
بعد عندي امل اني ما فشلت، بكون انا يعني لارضاء ربي حاولت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساتر يا رب. قرار عندك. لا 7 سنين. لا شيطان، مش بكر، مش بني آدم. خلاص والله يعني أنت عم بتعاني، مش حابب إنك تعاني أكثر من هيك. بعد ما عملت السودة طب كان جا مرة يقول شوف ابويا في ايه، حصل له ايه، ما فيش مرة يقول نشوف ابويا عيان ولا مش عيان. يا حاج حامل العصا انت وممكن تضربه عنفوكه، هيجي هو خايف. بتحب تقول ايه؟ بحب نقول لا اله الا الله. نعم. خايف من ايه بس سجل؟ النهاية. نحن أمام فرصة يمكن ما تتكرر. نعم. يعني كذا مرة ننصح. أيوة. كذا مرة ننصح على وجه الله. ونقرأ آيات من القرآن ونقرأ وكل حاجة. ما لا حياة لمن عنده. صح. بس الإنسان ده أنا عارف أنا ما أرجعش على اللي فيه، ما أرجعش عن اللي هيعمل ده أبدا. ده لا مبالاه. لا عنده انسان لا مبالاه عنده يعني اي حاجه. ما طب احنا جبنا العربيه عشان يشتغل عليها ويعيش منها بعد ما كل ده كسرها. عملنا لنا محل كمبيوتر باع وضيع ما نعرفش راح فين. طب عملنا لنا ورشه احذيه ما نعرفش وداها فين. ورشه احذيه جديده تتكلف علينا مبلغ وغدره. وفي الاخر جاني كده فاضل ما فيش معاش حاجه. يا سيدي انا بقول اني حاولت، البقيه عندك انت بقى، شو بتقرر نحن معك. وزي ما دخلت مكرم الى هذا الاستوديو بتغادرنا مكرم واكثر. بقى شكرا على مجيئك وشكرا لك وعلى وسعه صدرك. الله يخليك. بس حبيب. ابنك هناك بتحب تقول له شيء؟ بتحب تقول له سامحتك؟ بتحب تقول له؟ وبنشوف بعدين المستقبل. يعني في ناس الزمن بيعلمهم، ياخذوا خبره من الزمن. مش صغير هو سجل. لا بس الوقت يعني 7 سنوات، 7 سنوات لازم يكون تعلم. مش صغير هو سجل. والله يا حاج بدوي انت اللي بتقرر، انت قرر. وما حدا بلومك، انتبه، ما حدا لا بالاستوديو هنا ولا المشاهدين، انا بحكي نيابه عنهم، ما حدا بلومك. اذا قمت ومشيت ما حدا بلومك، بس حيقدروك اكثر يمكن اذا قلت سمحت. ليش بيقولوا المسامح كريم وكبير؟ المسامح مش كريم بس، كريم وكبير. ماشي يا سجل، ماشي، نسامح عشان خاطرك انت. انا عايز اشكرك. الله يخليك. بارك الله. بس يعني انا بفضل تسامح عشان خاطري وعشانه هو، بضل ابنك من لحمك ودمك. يا الله. حنفتح الستار من لحمك ودمك. بس توعدني ما بتضربوش على فوكو. عادي. ها؟ ولا حتضربوا على فوكو؟ لا لا مش عادي. تفضل. لا Thank you.
تاخد بالك منه، مش هو ياخد باله منك. حج انا بتشكرك. شكرا، انت كبير. الله يخليك بارك الله. وتضل فوق راسهم. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. الله يخليك بارك الله. يلا شوف اطلع مع الوقت. من هنا من هنا اطلعوا من هنا. اطلعوا سوا. يعني احيانا بيتعبني ضميري لانه بشد كثير على الانسان اللي بيكون مقهور، بيكون محروق، بيكون مزعوج، بيكون مظلوم يمكن. بس السماع حلو. انا بعتب كلكم راضيين انه هذا اللي حصل، مع انه الولد ما بيستحق كثير، ولكن بفتكر انا الاهل لازم يكونوا كبار ولازم يسامحوا ويستوعبوا اخطاء الابناء اللي هن مسؤولين عنهم، لأنه كل واحد منا مسؤول عن أولاده، مسؤول عن تربيتهم، مسؤول عن سلوكهم، مسؤول عن كل تصرف يصدر عنهم في الحياة. بقى إلى اللقاء في قصص جديدة مع المسامح كريم.